بسم الله الرحمن الرحيم. معكم البروفيسور الزاوي علي، عميد كلية العلوم الدقيقة لجامعة الجيلة اليابس بسيدي بالعباس. عزيزي الطالب، مبروك حصولك على شهادة البكالوريا ومرحبا بك بيننا في الأسرة الجامعية. عزيزي الطالب، إنك على وشك اتخاذ قرار مهم في حياتك الدراسية، وإن كنت ترغب أو تميل إلى كل ما هو علمي وتقني، فإن كلية العلوم الدقيقة تتيح لك الفرصة لتصبح إطارا ساميا في المستقبل في إحدى التخصصات التالية: علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، وعلم الإعلام الآلي. لذلك ندعوك بقوة للانضمام إلينا، متمنيين لك التوفيق والنجاح في مسارك الدراسي. تعتبر كلية العلوم الدقيقة من أعرق وأقدم كليات جامعة الجلال اليابس بسيدي بالعباس. برؤية تلهم أجيال المستقبل، فإن كليتنا تحتوي على برنامج أكاديمي ثري يغطي سوق العمل بامتياز. أبنائي الطلبة، نعلمكم أنه سوف تنظم أبواب مفتوحة من 17 إلى غاية 20 من شهر جويلية 2022، تهدف إلى التعريف بمختلف التخصصات والمنشآت البيداغوجية الموجودة بكليتنا، من قاعات محاضرات، مدرجات، مخابر علمية، مكتبة، مراكز حسابات، قاعة رياضة وغيرها. تسخر كليتنا بأول وأقدم مكتبة على مستوى جامعة الجلال اليابس، وتحتوي على وفرة من الكتب القيمة لجميع التخصصات. يوجد بكليتنا ميدانين: ميدان علوم المادة يشمل علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء، وميدان الرياضيات والإعلام الآلي. يسعى الفريق البيداغوجي إلى تكوين متميز من خلال عدة تخصصات هامة، أبرزها فيزياء الطاقات المتجددة، النانوفيزياء، علم المواد، كيمياء الصيدلة، الكيمياء التحليلية، رياضيات تطبيقية، ألواب وهندسة المعارف، شبكات أنظمة وأمن المعلومات. تحتوي كلية العلوم الدقيقة على 18 مخبر بحث في كل التخصصات المذكورة سابقاً. تسعى لتكوين دكاترة المستقبل حسب المقاعد البيداغوجية المبرمجة لكل تخصص. تتيح كلية العلوم الدقيقة للطلبة المتفوقين فرصة التكوين بالخارج عبر برامج متعددة دولية في الأطوار الثلاث: ليسانس، ماستر ودكتوراه. نذكر على سبيل المثال منح خارجية في برنامج إيراسموس، برنامج بروفاست بي بلس، وبرنامج بي ان او. إضافة إلى ذلك، هناك منح خاصة بعدد من جامعات الدول الأوروبية والآسيوية التي لها شراكة مع كليتنا لفائدة طلبة التخصصات الأربعة على مستوى مؤسستنا. بعيداً عن الجانب الدراسي والتكويني، يوجد بكليتنا فضاء ترفيهي، علمي، ثقافي ورياضي، يتمثل في نوادي ترافق الطالب إلى تفجير طاقاته الإبداعية من جهة، والاسترخاء من جهة أخرى. تأخذ الرياضة حيزاً مهماً من خلال توفير قاعة متعددة الرياضات تحتوي على أجهزة حديثة تحت إشراف مدرب متخصص. في انتظار اختياركم والتحاقكم بإحدى التخصصات الموجودة على مستوى كليتنا، فريق التدريس والتكوين يتمنى لكم مساراً دراسياً ناجحاً.